المتين وشركة وموهبة الروح القدس تكون مع جميعكم. وتصرخون نحوك الأرباب
أنت الذي تنطق السلاطين بمجده، أنت الذي ترسل لك الكرات الكرامة، ألوف ألوف وقوف قداما وربوات ربوات يقدمون لك الخدمة. أنت الذي يباركك غير المرء، وأنت الذي يسجد لك الظاهر، ويسمعون كلهم كلمتك يا سيدنا. ستة أجنحة للواحد
وستة أجنحة للآخر، فبجناحين يغطون وجوههم، وباثنين يغطون أرجلهم، ويطيرون باثنين، يصرخون واحد قبالة واحد منهم، يرسلون تسبحة الغلبة والخلاص الذي لنا بصوت ممتلئ مجدا، نوايانا.
قدوس قدوس أنت أيها الرب، وقدوس في كل شيء وبالأكثر مختار، هو نور جوهريا. غير موصوفة هي قوة حكمة، وليس شيء من النطق يستطيع أن يحد لجتان محبتك للبشر. خلقتني إنسانا كمحب للبشر، ولم تكن أنت محتاجا إلى عبوديتي، بل أنا المحتاج إلى من أجل تعطفاتك الجزيلة كونتني إذ لم أكن، أقمت السماء لي سقفا وثبت للأرض لأمشي عليها. من أجلي ألجمت البحر، من أجلي أظهرت طبيعة الحيوان، أخضعت كل شيء تحت قدمي، ولم تدعني معوزا شيئا من أعمالك كرامتي. أنت الذي جبلتني ووضعت يدك علي، وكتبت في صورة سلطاني، ووضعت في موهبة النطق، وفتحت لي الفردوس لأتنعم، وأعطيتني علم معرفتي، أظهرت لي شجرة الحياة، وعرفتني شوكة الموت، غرس واحد نهيتني أن أكل منه، هذا الذي قلت لي لا تأكل منه وحده، فأكلت بإرادتي، وتركت عني ناموسك برأيي، وتكاسلت عن وصايا. أنا اختطفت لي قضية المال.
احتملت ظلم الأشرار سلت ظهرك للصياط وخديك هملتهما آل لأجلي يا سيدي لم ترد وجهك عني خزي البواط وخديك هملتهما آل لأجلي يا سيدي لم ترد وجهك عن خزي أقدم لك
بشهادتك بإرادتك وسلطانك وحدا أخذت خبزا على يديك الطاهرتين اللتين بلا عيب ولا دنس الصباويتين Yeah.
هكذا أيضا بعد أن أكلوا أخذت كأسا ومزجتها من ثمرة الكرمة والماء وشكرت.
فيما نحن نصنع ذكر نزولك على الأرض وموتك المحيي وقبرك ثلاثة أيام وقيامتك من الأموات وصعودك إلى السماوات وجلوسك عن يمين أبيك وظهورك الثاني الآتي من السماوات المخوف المملوء مجدا نقرب لك قرابينك من الذي لك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل للمتزوجين
للذين في التوبة صلاحا للأغنياء. الشيوخ قوهم والذين في الحداثة هذبهم. غير المؤمنين ردهم لتنقض افتراقات الكنيسة. نحن كل نحسبنا في وحدانية التاقوان. كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية. من أجل سلام الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية كنيسة الله الأرثوذكسية. المسكونة إلى أقصائها والذين يفصلون فيها كلمة الحق باستقامة وبالأكثر بطريركنا الآب المكرم البابا أنبا شنودة الثالث وشريكي بالخدمة الرسولية أبينا الأسقف أنبا دوماديوم.
حكم المؤمنين الأرثوذكسيين الذين في البلاط وجميع الأجناد. ساكنين في الجبال والمغاور وإخوتنا المأسورين. Yeah, night, night.
لبيبا رجاتور ألا يسون ألا يسون ألا يسون مس أتي أنس أتي الكل
طمأنينة لكل العالم، مزاجا حسنا للهوى. تفضل يا رب مياه الأنهار في هذه السنة باركها. لكي يبارك المسيح إلهنا ويصعد كمقدارها ويفرح وجلال ويعولنا نحن البشر ويعطي النجاة للبهائم ويغفر لنا خطايانا. مقدارها كنعمة، فرح وجه الأرض ليرى حرثها ولتكثر أثمارها. أعدها للزرع والحصاد ودبر حياتنا كما يلي. بارك إكليل السنة بصلاح من أجل فقراء شعبه، من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف، ومن أجلنا نحن كلنا الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس، لأن عيون الكل تترجاك. أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين حسن. اسمع معناك حسب صلاة يا معطيا طعاما لكل ذي جسد. املأ قلوبنا فرحا ونعيم، إذ يكون لنا الكفافة في كل شيء كل حين. نزع عادة في كل عمل تضعيفون أشداهم بالخيرات. الساقطون أقمهم والقيامة ثبتهم. والمعترفون اقبل إليك اعترافهم. الخطاة الذين تابوا عدهم مع مؤمنين ومؤمنوك عدهم مع شهداء. Yeah.
المتشبهين بملائكة ونحن أيضا المدعوين بنعمتك إلى خدمة ونحن غير مستحقين اقبلنا إليك. المقدس الذي لم وكل المرابع وكل ديور آبائنا الأرثوذكسيين من أجل خلاص العالم ومدينتنا هذه وسائر المدن والأقاليم والكبائر والأديان وكل كورة وكل قرى وكل زينتها ونجنا كلنا من الغلاء والوباء والزلازل والغرق والحريق وسبي البربر ومن سيف الغريب ومن قيام الغراق تفضل يا رب أن تذكر جميع القديسين الذين رضوك من الغد آبائنا القديسين رؤساء الآباء والأنبياء والرسل والمبشرين والإنجيليين والشهداء والمعترفين وكل أرواح الصديقين الذين كملوا في الإيمان وبالأكثر القديسة المملوءة مجدا العذراء كل حين والدة الإله الطاهرة القديسة مريم والقديس يوحنا السابق المعمدان والشهيد والقديس استفانوس أول الشمامسة وأول الشهداء والقديس مرقس الرسول الطاهر الإنجيل والشهيد والبطريرك القديس ساويروس والقديس كيرلس والقديس داسيوس والقديس أغريغوريوس وأبونا الصديق العظيم أنبا أنطونيوس والبار أنبا بولا وثلاثة أنبا مقارات
القديسون وأبونا أمدى يحنن وأبونا أمدى بشوي وأبوانا القديسان الروميان مكسيموس ودماديوم والتسع والأربعون شهيدا والقوي أمدى موسى وأبونا أمدى بخوم أبا الشركة وأبونا أنبى شنودى رئيس المتوحدين وأبونا أنبى نفر السائح وأبونا أنبى صموئيل المعترف وأبونا أنبى إبراهام أسقف الفيوم والجيزة وكل مصافي قديسين هؤلاء الذين بسؤالاتهم وطلباتهم ارحمنا كلنا معا وانقذنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي علينا Thank you.
Oh.
الخاصي مثل ما يرجع ويحيا ردنا يا الله إلى خلاصه واصنع معنا كصلاح يا من يصنع أكثر مما نسأل أو نفهم Ooh.
الزمان الآن أيضا داري Thank you.
قبل الزهور رئيس الكهنة الأعظم الذي تجسد وتأنس من أجل خلاص جنس البشر ودعا له من جميع الأمم جنسا مختارا مملكة وكهنوتا وأمة مقدسة وشعبا مبررا. أرسلت الروح القدس على الرسل في يوم البنتيقوستي وحل عليهم مثل ألسنة نار منقسمة على كل واحد منهم وملأهم من كل معرفة وكل فهم وكل حكمة روحية كوعدك وتكلموا بكل اللغات وبشروا باسمك القدوس في جميع الأمم وبولس الرسولين فكان ظل أحدهما يشفي الأمراض وكانت مناديل وعصائب الآخر تذهب الأمراض وتخرج الأرواح الشريرة وبعدما كرز بإنجيل الملكوت وعلم الأمم تفكى دمهما من أجل اسمه ونال إكليل الرسولية وإكليل الشهادة. تلاميذه القديسين ورسله المكرمين بحلول الروح المعزي عليهم وأعطاهم السلطان أن يصنعوا الأشفية والآيات والعجائب وبشرونا باسمه القدوس وردونا إلى الإيمان الحقيقي بالثالوث المقدس نسبحك ونباركك ونمجدك ونشكرك لأجل هذه النعم العظيمة ونسألك يا سيدنا أن تنعم علينا أيضا بغفران خطايانا. Thank you.
بارواحنا لكي بقلب طاهر نجدر بداله بغير خوف أن نصرخ نحو أبيك القدوس الذي في السماوات ونقول Cristo, toyo, 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 toyo
عيون سينيون سومك مليسنون إيسو كريستو تويوتو تيو إمون أمين جسد ودم عمانوئيل إلهنا هذا هو بالحقيقة آمين النفس الأخير أن هذا هو الجسد المحيي الذي ابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح أخذه من سيدتنا ملكتنا كلنا والدة الإله القديس الطاهرة مريم وجعله واحدا ما له في دار اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير واعترف الاعتراف الحسن امام بيلاطس البنطي واسلم عنا الى خشبه الصليب المقدسه بارادته وحده عنا كلنا بالحقيقه يؤمن أن لاهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرف عينه يعطى عنا خلاصا وغفرانا للخطايا وحياة أبدية لمن يتناول منه أؤمن 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 أن هذا هو بالحقيقة آمين.